One year ago, I stood at this podium and I called for an independent Palestine. One year later, despite extensive efforts, the parties have not bridged their differences. Peace is hard work. مساء الخير لعناوين الليلة. كله تمام بالعالم ما تعتلهم. إقرار خطة الكهرباء 4-3-4 مثل ما بيلعبوها برشلونة. قطع الدوبلاج السوري عن المسلسلات التركية بسبب التوتر بين البلدين. لبنان بأمان وما في صوت نظام لأنه ما في نظام أساسا. اجتماع بكركي الكل كان مبسوط وجعجع طلب تشيز برجر. عدا عن هيك كله بعقد بالبلد، ما في ولا خبر مزعج. أبو طلال أكرم جادو بوس الليلة بشأن أن خليكم معنا. مساء الخير، الليلة حلقة استثنائية كمان من شأن أن، بما أنه فؤاد بعده عم يتعالج بفرنسا وبالغلط عطوه حبوب عملت له ألزايمر وحاليا هو مفكر حاله بقرة بالحقلة. بس تم الإمساك فيه وإن شاء الله رح يكون معنا بعد أسبوعين. رح يشاركني بالحلقة الليلة الكوميدي العميل الخائن دموع حداد. ليك في عيط لك ميلفا؟ ليه؟ لأنه هي كانت مرته لأينشتاين. عم تتسائل؟ شوي سئيل اشتقت لك شوي. هيك كمان وين فؤاد؟ ما بعرف. بن علي هرب، مبارك سقط، الزافي اختفى، علي صالح احترق، الملك حمد صمد، الأسد يمكن زمط بس شعبنا ما فرط، البطرك صار 8 والمفتي قلب، سعد شلح ومئاتي فلح، كلها تغيرات صارت بال 2011 إلا جد شويري بعد عم بغني. ونحن مع التغيير، ولو انه عنا زيت الوجوه السياسية من 30 سنة لهلا، بس نحن مع الموضة، والموضة اليوم هي الإرادة والإدارة، فخلي إدارتك لإرادتك، واللي بيصح اليوم ما بيصح بكرة. سجل هدف الرئيس نبيه بري لما أقام تسوي بين المعارضة والحكومة وتمت الجلسات على خير بعد ما ضاعت الطاسة بين قرار واقتراح قانون ومشروع قانون أو فيديو كليب لجبران باسيل، وقرت الخطة وانتصر لبنان على حاله. بعد سنوات رح يصير في كهرباء 24 ساعة مثل ما كان لازم يكون من أكثر من 20 سنة. الواضح أنه ليس انتصار للتيار العوني بل هو انكسار للسياسي الكيدي العوني. توماس أليسون زقف بقبره للجهود يلي انعملت من الرئيس بري، وهيدي مش أول مرة بحل مسائل عالقة بزلعيم الفرقاء. ضربة شاكوش مع حبتين سكتوا وطلع لبرا، حسم الرئيس بري، الرجل الثاني بطل لبناني. الرئيس بري كان شاطر بالمات من هو صغير، ويحكى أنه لما كان عمره 12 سنة حل كتاب الرياضيات بالصف من أول أسبوع، رجع اتضح أنه هو كان معينه للأستاذ بالمدرسة. الرئيس عنده القدرة أنه يحل أصعب المسائل، منشان هيك أصدرت شركة لبنانية آلة حاسبة جديدة بتحمل اسمه، وشيئاً أن قدر يحصل على الدعاية قبل ما تنزل. عندك كتير مشاكل وأوراق ومسائل لازم تحلها بالبيت؟ عندك طرفين بدلهم بيتخانقوا وإنت مالك جلدهم، جاي عملك ترقعهم كفين؟ كالكوليتر بي 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 بري، كالكوليتر بي بري تحسب كل المسائل الصعبة وفيها تحسب الله ما خلقك. بي بري كالكوليتر حديثي جدا، بعد ما نزلت لهلأ أتمنى حديثي. بي بري كالكوليتر العصر، حسبها. ما لازم جيب لك هالكالكوليتر. لك حلوة هو الشغل الصين؟ لا ابدا، ميتشيغن من ملبورن كلها عم يشتغلوا فيها. انت بدك تجيب لنا كونتينر. الرجال المريض من بعد ما مات واندفن وتفرفط وطلع على قبره ظهور العلمانية العسكرية البريئة، رجع قام من الموت. وما رجع مريض، رجع شاب قبضايش بعم من حليب امه في الصحامي وبده يرد مجد الايام الغايبرة. السلطنة بدها ترجع بس ببدلة وكرافات وحجاب ناعم ألا مود، ومثل ما سقطت بيزنطيا على ايد محمد الفاتح رح تسقط تل أبيب على ايد أردوغان الغامق. Şifalar diliyorum. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinin devam etmiş olduğu Libya'da bir an önce gerek Sirte gerek Binvelit gerekse Saba'da neticenin
alınmasının beklentisi içerisinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. تركيا مقاطعة سوريا لأنه هيك ما بيبقى لها ولا حليف بالمنطقة، فقامت سوريا بخطوة جريئة وأخذت القرار بعدم دبلجة أي مسلسل تركي. وزارة الثقافة التركية قررت تعطي مشروع الدبلجة لكل مسلسلاتهم للبنان، ورح يصيروا كالآتي. أنا بعيش فيها إيش هيك، ريحة إجريك، ريحة إجريك عم تقتلي. أنا عم حاول كل جهدي إنه استعمل برفان أو حيالله شي شامبو لحتى اخلص من هذا الشيء. انا ما عايش فيه عيش، عم بخترق بحطات مثل اسيد. بتعرف رح صير انا دبلج صوت نور؟ لا عجلنا بتحكي. تركيا بحسب صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي احتلت بال2010 المركز ال17 بين دول العالم على اساس الناتج المحلي الاجمالي. الاقتصاد التركي هو اقتصاد ناشئ، يعني ديناميكي ومتنوع. هالشي بيعود سببه الأساسي لتصدير شوكولا الألكر، البسكوت والراحة والمسلسلات. بتركيا حالياً على سبيل المثال بيتصنع 38 موديل سيارة من أكثر من 5 ماركات عالمية، واحدة بيناتهم يا سلام سيارة مرتك. مرتك أنا؟ إيه الرينو. ديموغرافياً سكان تركيا أكثر من نصهم شباب، يعني ما في بنات كفاية للكل. الديانة الرسمية بتركيا مش موجودة لأنه دين الدولة هو العلمانية، بس عدا عن هيك عندك 98% إسلام، موزعين 85% سنة و 15% علوية. ركزوا معي، هلأ صار لازم نستعمل كالكوليتر بري. بي بري، كالكوليتر حديثي جداً. 72 مليون نسمة، شيل منهم 2% أقليات، قد ايه بيطلعوا؟ 71 مليون وشي؟ يا أخي 70 مليون. ال 85% من ال 70 بيطلعوا 60 مليون، وال 15% بيطلعوا 10 مليون، يعني تقديرياً عندك 10 مليون علوي. من ناحية تانية، ال 60 مليون في بيناتهم 30% تقريباً أكراد، يعني عندك حوالي 18 مليون كردي، 42 مليون تركي سني، و10 مليون تركي علوي. عرفت كيف؟ يعني هيدا دور التركي بملغوصة الشرق الأوسط الجديد، الدول الكيانات الطائفية بالعراق. أنا ما فهمت شيء، بس أنا معك، أنا معك. الأرقام بتحكي. الجيش التركي اللي يعتبر حامل علمانية لأتاتوركية تكسروا سنانه مؤخراً من بعد ما فات بحيط حزب العدالة والتنمية. الجنرالات جربوا يقلبوا الطاولة، بس الطاولة قلبت عليهم، وفي جنرال بعده لهلأ كاسر إصبع إجره الكبير. من كل الجنرالات هيك. تركيا القديمة بطلت موجودة والدور التركي تغير. هي منا معبرة إسرائيل ولا إجرة سوريا، ما كتير بتطيق العرب وبتغار من إيران، ما إلا صاحب. كأنه عم نحكي عن لحظة نطورة عرس مريم نور. مريم نور أساساً الأتراك بحبوا يعلقوا مع مين مكان، يعني مع كل جيرانهم على القنين، حتى مع أحمد، بس مش على القنين مع الأرمن ولا مرة. لا أبداً، لا أرمن بحبوهم كتير. ما في شيء. تركيا اللي عندها خبرة كبيرة بمجال حقوق الإنسان خاصة مع الأكراد قررت تربي سوريا بهالموضوع، وبدهم يفكوله رقبته لنظام الأسد إذا ما عمل إصلاحات. عفوا؟ بدهم يفكوا رقبة مين؟ رقبتك يمكن؟ رقبتي؟ رقبت حدا؟ ما نعرف. بأساساً هيدا جزء من دورهم الجديد، هن البابا جديد بوجه إيران من بعد العراق، وهن مخنقين مع إسرائيل وبدهم يبعثوا بوارج عسكرية على إسرائيل، بس هن بالناتو. عرفت كيف؟ نضرب إسرائيل نحن والناتو. تركيا بدها تبني ديمقراطيات بليبيا، مصر، سوريا، وبدها تساهم بشكل فعال بفرفطة الشرق الأوسط، بس المشكلة إنه ما فيك تلفه كله بورق شام. بالفعل اللي استحوا ماتوا. لك الست يعني نزلت، بدكم نقول إنه ما نزلت؟ ولك الست يعني صناعة وطنية وصلت لعند خصري، ولك أنا بفتخر إنه عم بلبس فخر الصناعة الوطنية ماركة أسيل. فعلا ما عاد استحوا، وكما استشهد أحد المتابعين فإن هؤلاء هم صم بكم عمي فهم لا يقشعون. قولوا يا لطيف. إلى هنا ينتهي هذا التوضيح، إلى اللقاء. اوكي ادمو بعد الاعلان خليكم معنا. فين بورنو لشي عن عن انا في انت؟ لا في ابو طلال وكوسي وسميرة كوسي.
سلام. شو؟ أنا عم صلع ولا عم بقرع؟ ليك إذا بتقرع من ورا بتكون مفكر كتير يعني، وإذا بتصلع من قدام بتكون ذكي، وإذا اتنيناتهم بتكون مفكر حالك ذكي. معروفة هيك، سألني مرتين. سائقي السيارات العمومي عندهم مطالب للدولة، من نحن وصغار هن عندهم مطالب، كل يوم في مطلب، ما بعرف ليش دايماً في مطالب منهم للدولة مش العكس. وهالمرة الدولة خدرتهم على 3 أشهر وعطتهم اير فريشنر للسيارة ونفدت بريشة يحرق حريشة. شو وضع السائقين هلأ؟ تحقيق لجاك دانييلز. من كم يوم شفرت التاكسي جربوا يعملوا إضراب، بس ما مش الحال لأنه في 4 سيارات بكل بيت وما حدا فرقاني معهم. شفرت السيرفيس والتاكسي ما فيك تعيش معهم، ما فيك تعيش بلاهم. ما فيك تعيش بلاهم لأنه بيوصلوك وين ما بدك، بس مش دايما. ما فيك تعيش معهم لأنه بيوقفوا بنص الطريق، بيشدوا بنات، بيسبسبوا، بفتصوك بالسيارة لأنه ما في أي سي، بيطلعك بيجع بينزلك، بيجع بيطلعك بيجع بينزلك كل الوقت. بس ليه هني مش مبسوطين؟ رحت عند رئيس نقابة سائقي العمومية تسأله ليش فري التاكسي مش مبسوطين وليه جربوا يعملوا إضراب 8 الشهر. هلأ شفرية بدهم بنزين، خطة نقل بلبنان وتحسين وضعهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أستاذ مروان كيفك؟ يا أهلا وسهلا فيكم. إيش الحال؟ الحمد لله أنتم كيف؟ عندي بس سؤال صغير لك، ليه كثير فوضى بالمكتب؟ لأن في ورشة عمل، في بلبنان 24 نقابة للسواقين. 24 نقابة، هو الاتحاد الموجودة لحركة أمل، لحزب الله، للحزب الشيوعي، أدخلوهم إلى الاتحاد العام للهيمنة على الاتحاد العام. الدولة بتعطيكم 16 لتر بنزين كل 3 أشهر. نعم. فيكم توقفوا على اليمين، فيهم يوقفوا السيارات العمومية على اليمين بقى بحياتهم 16 لتر يومية؟ لا كل 3 أشهر. بتعرف تقريبا كم سيارة في هلا بالشارع؟ ايه طبعا في 33,000 تاكسي، 33,000 تاكسي، 4,000 ميني باص، 2,800 اوتوبيس. يعني حق الدولة. ايه طبعا حق الدولة. مظبوط. اسمح حاليا من هلا لشهر 10 اذا لم تعمد الحكومة الى دفع هذه المستحقات للسائقين العموميين، طبعا سوف نتابع المسيرة لقبض المحروقات، ثمن المحروقات للسائقين التاكسي والمنواص والأوتوبيس. ثورة التاكسي. فينا نقول لكل سائقي العمومية انه اذا بيوقفوا حد وبقول له انه اي منطقة بدي روح وهن ما بدهم يروحوا عليها، انه يقولوا لي بطريقة محترمة لا، لانه بيعملوا كلهم هيك، بيعملوا لي هيك لك هيك بيعملوا يعني اليوم انه ما حلوة يعني، فهم كيف كل النهار يعني. اغلبية السائقين مهذبين ومحترمين. بس شو رأي الشعب بالشفرية؟ شو أكثر شيء بتكرهي بشفرية السيرفيسات والتاكسيات؟ لما بيزمروا كتير وبيوقفوا كتير بالطريق. زمروا كتير وبيوقفوا بنص كتير بنص الطريق. كثرة الحكي. كثرة الحكي؟ نق بنقوا كتير. ولا مرة وقف بنص الطريق هيك، ولا مرة وصلك بغير محل، ولا مرة عمل لفة ما بتفهم تيوصلك على المحل اللي بدك تروح عليه، ولا مرة. ما بتفرق معي. شو أكثر شيء بتكرهه بشوفير السيرفيسات والتاكسيات؟ دولة. حضرتك شوفير تاكسي او سيرفيس؟ ايوه. انا بكي الشعب ينزل على الشارع يقول وين النقابه. شو اكثر شيء بتكرهه بشوفريه السيرفيسات والتاكسيات؟ ماني شوفير. طب شو اكثر شيء بتكرهه بحالك؟ عندك اسم سيارتك؟ طبعا عندي اسم. شو اسمه؟ اسمه الشرف والكرامه بلبنان. هذا اسم كثير بشع. ايه عم نقتل للشعب، هيدا اللي عم نقوم فيه مظاهرات والاضرابات والاعتصامات كرمال الشعب مش كرمالنا. ليه لما في اشاره حمراء بتطفوا السياره؟ انت بتعرف انه البنزينات شاحين بهالايام. نص شفريه التاكسي هن مش من هالبلد، تلاقيهم بيطحشوا على بعض وهيدا على 1000 و1005 فوتوا بيقتلوا بعضهم لحتى لي ياخذوا راكب. الكلام النابي البذيء. كلام الزفت يعني. الكلام النابي البذيء. اضبط شيء تقتلهم كلهم. تقتلهم كلهم؟ ايه. مجزرة يعني. خلص منهم. خلص منهم. ايه. ولا مرة انزعجت من شوفير سيرفيس. ولا مرة. 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 اوكي، فإذا الإضراب ما مشي حاله، الحالة بعدها هي ذاتها. بس إذا الشوفيري بيعملوا ثورة وبيوقفوا الشغل، رح نحس بشي ناقص بحياتنا اليومية. ولو بيوقفوا بنص الطريق وبيسبوا وبيجربوا يشدوا الجنس الآخر أو نفس الجنس أمرار، ما بعرف، حياة بلا شفرية تاكسي مش حياة.
بدك تتزوج وتنهبل اكيد لازم تشتري بيت. نحن بالشيان ان رح نفرجيك كيف تشتري بيت. بما انه بلغت امبارح عشيه قلت اليوم انه بدي اصير رجال واشتري بيت وافتح عائله، او افتح بيت واشتري عائله، واحده منهم ما بعرف. المهم معي 6000 دولار وقلت انه انا بدي اشتري بيت فيهم، لانه قد ايه حيكلف البيت يعني. هذا كم متر مربع البيت كله؟ 325 متر. 325 مكيف تكييف مركزي مستقل باثنين ماشين، ماشين للصالونات الصفراء وماشين لغرف النوم جوا. هذا اللي عايزه. هذا الماستر هون الرئيسي. غرفة عبارة عن طولها 5.5 متر بعرض 4.5 متر، في قلبها حمامة، كمان في حمام بقلبها هون إذا بتحب تشوفه، مطبخ كبير، غرفة خادمة، غرفة للمنتنس كمان. هو قد سعر البيت؟ يعني هلا هني الصراحة يعني هلا الأسعار شوي جامدة، بس بيضل يعني في شوية ليفل إنه يتحرك الواحد بسعره. هني عم يطلبوا أصحابه 1,400,000، يعني ممكن يتحرك شوي السعر. اكيد بده اضافه، بده مانتنس هو البيت شوي يعني صيانه وتصليح. يعني هلا انا بدي اشتري بيت من كيف بس معي 6000 دولار. كم متر مربع في اشتري ب 6000 دولار؟ لا ولو هي هذا اللي بيطلع لي ب 6000 دولار بعيش بقلب هاي. انا كيف بدي اعيش بقلب هاي انا ب 6000 دولار؟ ولا لا لك تزبط يعني في انا قاعد هون من كيف، حط المطبخ هون، حط التلفزيون هون، روح على الحمام هون. عم بينقال انه من وراء عودة الاستقرار السياسي بلبنان عم ترتفع اسعار الشقق والاراضي، مع ارتفاع الطلب حتى مش رح يقدر يوطي اسعار الشقق بلبنان. من بعد 2006 65% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بلبنان هي استثمارات عقارية ببيروت بمعدل 4 مليار دولار. ضليتني عم فتش ببيروت على امل انه لاقي الشقة رخيصة، بس ما في امل. بما انه بيروت هالقد غالية قررت ابعد شوي على بشيمون وشوف الاسعار هنيك. المتر هون ستارتينج من 1300 اب تو 1600 دولار. من 1300 ل 1600. 1600 منيح، مش منيح which is reasonable. اوكي affordable reasonable. في عندك 2 bedrooms، عندك 3 bedrooms. 2 bedrooms ستارتينج من 190 دولار اب تو 370. هيدا هون عندك الميد روم. ميد روم شو قطة أكبر من قطة يا زلمة؟ قطة نام فيها. لا مش هلان. يعني ما في مقارنة بين 6000 دولار المتر المربع ببيروت وال 1600 دولار ببشيمون. واضح وين لازم اشتري بيت، بس المشكلة إنه ما في شيء ببشيمون. يعني عن جد ما في شيء ببشيمون أبدا. طب إذا أنا يعني شخص مثلي بتعرف ما معه هالقد مصاري، يعني إذا بيعمل قرض، إذا بعمل قرض من البنك مثلا، قرض من البنك بيمشي الحال أو لاك يعني؟ إيه أكيد هي مش الحال يعني، بتعرف يحكي 270 ألف دولار يعني تقريبا؟ 200 فيك بالستارت 200 ألف. مرحبا أستاذ الياس على رقتنجي، إذا أنا بدي أشتري بيت هلا مثلا وبدي أعمل قرض من البنك هلا، كيف بيصير هذا الشيء؟ كيف السيستم يعني؟ يعني إذا كنت أنت مقيم بلبنان ولبناني ودخلك العائلي ما بيتجاوز 5 مليون ليرة، يمكن بتكون أحسن سوليسيون لإلك القرض يلي بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان. ممكن ناخد دفعة أولى 10% مش أكتر، يعني بتدين على 30 سنة. والفورمول يلي عم بيستعملوها هي 20% من سندات الخزينة تبع السنتين زائد 3.5%، يعني بيطلع حاليا تقريبا 4.6%. بس هيك يعني صارت كأنه عم يدفع حق بيتين لانه بالنهاية بعد 30 سنة يعني. ايه بس انه اذا على 30 سنة يكون انت طبعا لما هي في فايدة كمان. يعني بالنهاية ما رح ادفع بس 200 الف دولار للبيت، رح ادفع كمان 20 الى 30 الف دولار للبنك على القليل. شو رح اعمل؟ ما معي هيك نوع مصاري، وين رح عيش؟ Home sweet home. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head.
اوكي بريك صغير وبنرجع بعد الاعلان. ابو طلال راح يشلح ويكسر بالزلط بالاستوديو، خليكم معنا. اجل لا بس انت. شو عم تعمل هون؟ جيت هيك ضيف على الحلقة. أبو طلال اشتقت لك. هيك بتتعلمها مع الخبرة، يعني قبل ما تحكي أنت المفروض يقول لك أكشن الدايركشن اللي فوق قاعد. طيب. يلا تفضل. حمار. تفضل قول شو. ليه عم تحكيني بهالطريقة أبو طلال؟ لا أنا شايفك يعني عم بتنطط على التلفزيونات كأنه بيت أمك، يعني من تلفزيون لتلفزيون. خلص حدد أنت يا أو يا هون يا هونيك. مش نقول والله أنت أي باب تفوت، يعني أنت فقط لاحظ رح تشتغل هم بالشأن أنت؟ لا. لا أكيد. ما داخل بغل جاي بس عم بعالجه. ما انا جيت اعبي مطرحه بس طلعت كتير رفيعة عليه. لا فوت بطيز عبي هذا شيء. يلا فضل فوت بموضوع. عشان والله يعني لك يعني حلو واحد لما يعود جمهور يلقط جمهور معين على الشاشة الكبير بقولوا له بالاعلام درس عفت. فحلو واحد يعود انه والله انا هان هان. مش وقت يجيك شيء هانيك نضغه. طب انت شو لاقط ابو طلال؟ شو لاقط شيء يا خي حبيبي انا هان ثبت انا هي الطاوله هيدي والهان العالم بيشتغل معهم خلص تعودت. كيف لاقط هيك ولا؟ تعودت انه بعود جمهور هيك بس انت ما بعرف يا خي ما بعرف اغرق يمكن ماده يمكن اغرق بشيء ثاني. ابو طلال صفقوك واحد شاق يعني كبير. اي يمكن والله بتصير يعني بعض اوقات بيطمعوا يا الواحد بالماديات بروح بشلحوه كل شيء يعني بكون هو على فضل فضل موضوع. وأنا كمان بحبك أبو طلال. أبو طلال حضرتك كنت باجتماع بكركي كيف كان؟ حقيقة الاجتماع كان كتير مريح، وزعوا لنا بونجوس على الناس وفريز وكانوا كلهم متفقين يعني، والبطرق قال كلمة أم كلهم سكتوا وزقفوا له بالآخر مثل العادي يعني. مزبوط سمير جعجع طلب تشيز برجر؟ لا والله حقيقة ما شفت أنا بس إيه عم بقول لك على شغلي يعني كلهم كانوا متفقين كلهم كانوا مريحين. الدكتور سمير جعجع عم بحاور ويناقش عرفت والدكتور الجنرال عام مثل عادي طلع صوته بس إنه بمحبة. أستاذ نبيه بري بدي بعد كمان. أستاذ نبيه بري كان باجتماع القيادات المسيحية؟ إيه بصفته شو؟ بصفته أنا بدي يلغي الطائفية عنشان هو عنشان هو شيعي وهذيك مسيحية. أبو طلال شو رأيك بهالفورة اللي عم بتصير بسوق العقارات مؤخرا؟ مش مؤخرا يعني صار لها فترة سوق العقارات؟ ايه لا حقيقة هي بس هلا يعني بس عنشان غليان التراب والرمل وبحص وهول العدم تبعهم بس بعدين ان شاء الله كله بيرخص فيك تشتري شقة يعني بحدود 250,000 دولار منيحة نسبيا معاشك انت نص مليون انه بتقدر يعني تجيب شقة. انت عندك شقة؟ لا انا صاحبتي بتجيب شقة هي بتجيب كل شيء هي بتروح تشتغل باللاب شقة منها وفيها؟ ايه وهي بتأمن كل شيء الحمد لله يعني ماشي الحال. حلو. شو عم تعمل ابو طلال؟ هيدي حقيقة معي سيارة انا فقتها هوندا بدي اغيرها هي بس تشرب ماي وتسيبه وجيبوا لك سيارة جديدة مش هتروح بسيارتك الجديدة على الماريناس. ايه برافو. يعني بس تشرب ماي وتسيبه وجيبوا لك وحدة كبيرة هي البيضة الدوتش. يلا قوم انقلع انت خلص خلص وقتك معنا جاي تقدم استثنائيا باي خلي تقبع عش بدي اشوف هون بتعلم بس يقول مخرج اخشي بتحكي يا حيوان ده الواحد علم فيكم كيف دارسين اعلامه وكيف دارسين جيوغرافيس ما بعرف اللي بعده. اما هلا بنبقى مع فقره الطقس ومع زميلتنا بوسي. بوسي بونسوار. بوردت انا مهاجر. مع السلامه. بس مش لانه عايز مصاري او عم فتش عشرة، انا مهاجر لانه عيوني تعبوا تعبوا من زيت الصوره من 30 سنه لهلا. انا مهاجر لانه ديني فقعوا من زيت الأصوات يلي مفكرة حالها عم بتغرد للبنان وهي غراب ناطريني على حفة قبري. أنا مهاجر لأنه عندي خيار أحسن من عون وجعجع وبري وجميل وجملات وحزب الله. أنا مهاجر لأنه أنا موجود بكتاب التاريخ وهن يلي نسفوا هيدا التاريخ ونحن الجيل الجديد يلي رح يرجع يكتب زيت التاريخ بس بغير لغة. تصبحوا على ألف خير. ما خبر أنا حسيت بمشي. هيدي كانت حلقتنا لليوم. إذا حابين تتواصلوا معنا راسلونا على cnn@aljadeed.tv أو تابعونا على فيسبوك وصوتوا إنه ابنهم ما يهاجر البلد أو خليه يخدكم معه. تصبحوا على خير. بدي أخذ حدا.
بالسياحة حدا معك شوي رايح بزنس ولا ايكونومي؟ ايكونومي Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis.